مساء الخير ضيفه على ما استفهام لهذا المساء الصحفي والكاتب الأردني الأستاذ أمجد ناصر. نسلط الضوء هذه الليلة على الأردن وعلى ملفات الأردن بعد التغيير الحكومي الأخير. أهلا بك أستاذ أمجد ناصر. السؤال الأول حول التغيير الأردني، كان هناك سجال داخل الأردن، كان حراك شعبي، كان هناك مظاهرات، قمع للمظاهرات، كان في كلام عن فساد، عن فضائح متعلقة بالحكومة السابقة وبشخص رئيس الحكومة معروف البخيت. لماذا التوقيت، لماذا اليوم تقرر تغيير هذه الحكومة وليس قبل 6 أشهر مثلا؟ لأن ما أشرت إليه هو بالضبط الذي أدى إلى إقالة الحكومة، هو فعلا تصاعد حركة الاحتجاج، رفض الشارع كما يبدو وكما بدأ يعني من خلال المواقف المتعددة، سواء على مستوى الشارع الفعلي أم على مستوى قوى هذه الشارع التي لم تتوقف في الواقع عن إصدار بيانات ومواقف تتعلق ببطء خطوات الإصلاح، بضعف الحكومة أو ربما عدم رغبة الحكومة السابقة في النهوض بالقضايا المطروحة فعلا على الشارع الأردني، ثم الصدامات التي حصلت بين الحكومة والجمهور الأردني في أكثر من مناسبة، منها على سبيل المثال وربما ذروتها كانت في دوار الداخلية التي يعني الذي استخدم يعني الذي استخدم فيه النظام عنفا بدا مفرطا فعلا للأردنيين قياسا ل يعني تواضع حركة الاحتجاج نفسها وعدم رفعها لسقوف سياسية عالية. سنتكلم عن تفاصيل الحكومة الجديدة، لكن أريد أن أعرف منك عندما تذكر كلمة الإصلاح، وحضرتك أردني صحفي وشاعر وأديب وإلى آخره، كلمة فضفاضة، الكل يعتبر أن هذا الإصلاح كلمة موجودة في اليمن، في سوريا، في مصر أو في تونس، لكن في الأردن ماذا يعني هذا الإصلاح؟ نسمع من يطالب بديمقراطية كاملة، بملكية دستورية، ما هو الإصلاح المطلوب في الأردن بشكل موضوعي وليس بشكل مزاجي؟ بشكل موضوعي هو يعني إذا عرفنا أن جزء من الحراك الشعبي الأردني تمحور حول ما سمي دستور 1952، نعرف أن الأمر يتعلق بجانب الإصلاح، له جانب وله بعد دستوري. ماذا يعني دستور 1952؟ باختصار شديد هو يعني إلى حد كبير حياة يعني ملكية نيابية أو ملكية دستورية. هذا الدستور تعرض لكي لا ندخل بالتفاصيل أيضا إلى عدد هائل من التعديلات، يقال أنها تربو عن 29 تعديلا. هذه التعديلات عظمت ويعني قوت السلطات التنفيذية، سلطات الملك تحديدا، وأضعفت سلطات الحكومة، أضعفت البرلمان، أضعفت الحياة السياسية بالإجمال. إذن عندما يتمحور الحراك الشعبي الأردني حول دستور 52، طبعا الآن هو تجاوز ذلك إلى مطالب أخرى، ولكن دعني أقول أن هذا هو العمود الفقري لمطالب الإصلاح في الأردن، فالأمر يعني فعلا العودة إلى أردن نيابي ديمقراطي ملكي ديمقراطي نيابي على نحو ما شهدته البلاد في فترة أواسط الخمسينات، عندما تحديدا في حكومة سليمان النابلسي. طيب تتحدث عن حراك، طبعا يعني التلفزيون ينقل المظاهرات، فينقل لدينا يولد لدينا شعور بأن هناك حراك شعبي، لكن هذا الحراك هل هو فعلا حراك شعبي بمعنى يمثل كل الشعب الأردني بشرائحه بتبايناته بعشائره بفلسطينيه وأردنيه، أم هو حراك نخبوي حتى الآن؟ هو حراك شعبي، ولكنه ليس حراكا يعني ينتظم كل البنى الاجتماعية الأردنية، بمعنى أن الملاحظ فعلا أن هذا الحراك على المستوى العددي الكمي لا يشابه مثلا ما يجري في اليمن، وبالتأكيد لا يشابه ما جرى في مصر. طبعا الفوارق هنا فوارق أيضا بين في أعداد البلدان نفسها، ولكن قياسا بعدد سكان هل هذه إشارة يفهمها النظام بأن ليس هناك إجماع، وبالتالي عدد الناس الذين يتحركون لا يمثلون الشعب الأردني؟ هو يفهم بطبيعة الحال، هذا ما يفهمه النظام، وهذا ما يفهمه ربما أيضا المراقب الخارجي، أن الحراك ليس ضاغطا وليس مليونيا كما هو عليه في مناطق عربية أخرى، وبالتالي لا حاجة للنظام يعني إلى تقديم تنازلات مماثلة لهذا الحراك أو مماثلة لما يطالب به هذا الحراك. إذن وأنا كتبت فعلا يعني ما معنى أن الإصلاح في الأردن هو على قدر الحراك، بقدر ما يكون هذا الحراك متصاعدا قويا
اجتماع شاملا على المستوى الاجتماعي، شرائح وبنى متعددة، ليس فقط مناطق من الأردن كما هو عليه الآن، تحديدا مناطق المحافظات كما يوصف الآن بالخطاب السياسي الأردن الراهن، حراك المحافظات. لا، عندما يكون هذا الحراك فعلا في قلب عمان، وحصل طبعا في قلب عمان، ولكن أعني عمان، أن تخرج عمان، تخرج جماهير عمان. نحن لم نرى ذلك حتى الآن، يعني حتى الواحد لكي يكون منصفا، نحن لم نرى جماهير عمان تخرج، أو جماهير الزرقاء، وهاتان هما المدينتان الكبريان في الأردن. لم نرى الجماهير. ما الذي يمنع؟ قبل أن نقول ما الذي يمنع هو السياسة الأمنية إلى آخره، قبل ذلك ما الذي يمنع اجتماعيا، قبليا، فلسطينيا وأردنيا، وجاهيا، هناك وجهات في الأردن أيضا، كل ذلك يبدو غير مرتاح إلى ثورة على الطريقة المصرية أو التونسية؟ من البداية الحراك الأردني لم يتخذ سقفا سياسيا عاليا، يعني منذ البداية بدأ السقف هو تحت سقف الملكية وتحت سقف النظام القائم، الدولة القائمة، هذا الشكل من الدولة الذي ارتضاه الأردنيون، أو الذي وجد الأردنيون أنفسهم من خلاله على مدار سنوات طويلة، هم هذا العقد ما بين العائلة الحاكمة من جهة، العقد الاجتماعي أقصد، ما بين العائلة الحاكمة من جهة وما بين الشعب بمختلف ربما شرائحه من جهة أخرى، هذا العقد لا يزال موضع رضا، لا يزال موضع قبول على الأغلب من عدد كبير من الناس، ولكن الحديث يتم فعلا عن تحسين النظام السياسي الأردني، عن تغيير داخل بنية النظام السياسي الأردني، عن تغيير طبعا عميق، يعني ليس تغييرا شكليا وتجميليا كما طرح للأردنيين خلال الفترات هذه التي تعاقبت عليه 3 حكومات الآن خلال هذه السنة. هناك رغبة في إحداث تغيير بنيوي في صلب النظام، النظام يبقى ولكن هناك اللعبة السياسية تتغير. من صاحب هذه الرغبة؟ أظن أن هذه الرغبة معبر عنها من قبل القوى الشعبية الأردنية والسياسية والنخب إذا أردت، وهذه بصورة أو بأخرى على ما أظن تعبر عن المزاج العام للأردنيين. هل فوجئت عندما سمعت بإقالة الحكومة أو استقالة الحكومة وتعيين عون الخصاوني شخصيا كشخص رئيس لهذه الحكومة؟ هل فوجئت بتعيين مدير المخابرات الجديد فيصل الشوبكي؟ هل فوجئت بأن رئيس الحكومة الجديد عون الخصاوني يقول أن هناك عدم ثقة بين الشعب والنظام، وهو أول اعتراف رسمي بأن هناك مشكلة بين الشعب والنظام، بينما كان وزير الداخلية ومدير المخابرات السابق يعتبر هذا الحراك الشعبي هو مجموعة من العصابات والأشرار؟ هل تعتبر أنه شيء كبير حصل في المغرب في الأردن، أم أن الأمر ما زال تحت السيطرة ونسبي نوعا ما؟ لا، هو ليس كبيرا طبعا، لم نفاجأ، أنا لم أفاجأ حتى كأردني مقيم في الخارج، فضلا عن الأردنيين الذين يقيمون في البلد، لم يفاجأوا بإقالة الحكومة، لأن الحكومة كان ينبغي أن تذهب فعلا بسبب تراكم صداماتها مع الشارع، بسبب إدارة ظهرها فعلا لنبض الشارع، بسبب عدم صلتها الفعلية بالمطالب المطروحة في الشارع السياسي والشعبي الأردني. هذا لم يكن مفاجئا، تغيير الحكومة ليس مفاجئا، قد يكون هناك بعض المفاجأة في اختيار عون الخصاوني لأنه لم يكن من ضمن الصالون السياسي المعتاد لرؤساء الوزارات. نحن نعرف أن هناك ما يشبه هذا الصالون، هناك بضعة أسماء يتم تداولها وتغييرها بما يشبه لعبة تدوير الكراسي ربما، أو تلبيس الطرابيش، ولكن هذا لم يكن فعلا، هذا الرجل لم يكن من ضمن هذا الصالون السياسي، عهدته الحياة السياسية الأردنية لفترة قصيرة من الوقت، يعني مدير رئيسا لديوان الملك حسين، الملك العاهل الأردني الراحل، ومن ثم قاضيا في محكمة العدل الدولية في لاهاي. إذن كانت إن كان هناك من مفاجأة، فالمفاجأة فعلا كانت في اختيار هذا الرجل. بطبيعة الحال الناس تفاءلت بمجيء قاضٍ، يعني أنت تأتي بقاضي، القاضي يعني إذا هناك نوع من النزاهة ستكون في الذهن، هناك نوع من الاحتكام للقانون سيكون في الذهن، هناك نوع، خصوصا أن هذا الرجل ليس له مداخلات في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الأردن، يعني ليس معروفا عنه البزنس، أو ليس له شلة محددة، إذن مجموعة عناصر رفعت حجم التوقعات حيال هذه الحكومة، ولكن ما أن تشكلت، ما أن خرجت تشكيلة الحكومية على العلن، حتى فعلا هبط سقف الآمال والتوقعات إلى أعتقد إلى أدنى
مستوى له. بالكلام عن شخص رئيس الحكومة عون الخصاوني، هو قاضي، هو في محكمة العدل الدولي منذ عام 2000، يقال عنه أنه كان ساهد في السلطة بمعنى أنه ليس من ضمن الشلل أو من ضمن المحيطين بالقصر الملكي، وأتى بخطاب إصلاحي وخطاب أيضا شفاف نوعا ما. وقيل هذه الصحافي الأردنية تقول أنه اشترط أن يتولى مسؤولية ويعني أن تطلق يده في هذه المشكلة وأن تكون الأجهزة الأمنية من تحت سقف الحكومة. هل كل ذلك بالإمكان تصديقه في نظام الأردن الحديث؟ هل بالإمكان أن يسمح لرئيس حكومي بإطلاق يده الإصلاحية بالكلام مع الإسلاميين، الكلام مع المعارضة، الاعتراف بأن هناك عدم ثقة، محاربة الفساد؟ هل هذا مسموح أم حتى الآن تعتبر أن الأمر إعلامي شكلي؟ هو يتجاوز الإعلام الشكلي ولا يصل إلى حد الرغبة الفعلية. هو يعني هو في منزلة بين المنزلتين، وليس مجرد فعلا شكل نوع من ضرر مادة في الأعين، وليس تعبيرا ودفعا لرغبة حقيقية في إيصال في تغيير قواعد اللعبة السياسية في البلد. أنا أظن أن هناك ما يشبه الخطوات المتدرجة التي تأتي غالبا متأخرة من قبل مراكز القرار الأساسية في البلد. وعندما أتحدث عن مركز القرار الأساسي في البلد، نحن نتحدث بصراحة شديدة عن الملك، عن القصر الملكي، هذا المصدر الرئيسي وهذا أعلى السلطات في البلد. ولا تزال يعني أعنت البلاد السياسية يعني بيده. إذن أنا أظن أن الملك بطبيعة الحال هو أمام مأزق، كان يعني أو ربما ما يشبه المأزق، أن هناك يعني حكومة ليست على وفاق مع الشارع، لم تستطع أن تبني ثقة مع الشارع. التظاهرات بدل أن فعلا تتراجع مع طرح التعديلات الدستورية وما سمي بحزمة الإصلاحات تصاعدت أكثر وتنظمت أكثر. إذن هناك مشكلة. المشكلة طبعا الملك يحكم من خلال الحكومة، ليست هناك يعني تواصل وتماس مباشر ما بين الشارع والقصر. هناك حالة وسطى هي حالة الحكومة، والحكومة الأردنية لسبب ما منذ فترة طويلة جدا لا تنهض بما يسمى عبء الولاية العامة، بمعنى أن تمارس دورها كحكومة فعلية وصاحبة قرار فيما يخص ولايتها، يعني صاحبة قرار كلي فيما يخص هذه الولاية تحديدا. الحكومات خفيفة الوزن، عديمة دعني أقول المبادرات التلقائية التي يعني تطرحها من تلقاء نفسها. ينبغي أن تكون هناك دائما إشارات من مصادر ومن مراكز عليا لكي يفعل هذا أو لا يفعل ذاك. لذلك لا أظن أن أي حكومة ضمن قواعد اللعبة هذه قادرة فعلا على التصدي للملفات. وكأنك غير مؤمن بإمكانية تبدل قواعد اللعبة، بمعنى أن يكون الملك أعطى ضمانات لرئيس الحكومة الجديد عون الخصاونة، ضمانات للولاية العامة في إخضاع المؤسسات الأمنية. هل هذا بالإمكان تصوره؟ إذا كان الملك في مأزق، الأردن في مأزق أيضا، بإمكان تصوره أنه هذا تنازل من قبل النظام أيضا من أجل هذه المؤسسة الوسيطة التي اسمها الحكومة؟ هو تنازل عما سبق وأن أخذه النظام على حين غر من الأردنيين. هذه كانت حقوق مكتسبة للأردنيين. إذن هو يتراجع عن بعض ما أخذه من من الشعب بوصفه مصدرا للسلطات. ولكن هذا كما قلت لك، هذه خطوات تدريجية وأحيانا ينظر إليها بوصفها خطوات متأخرة. هي دائما تأتي يعني بعد أن تكون الأمور قد بلغت يعني ذروة أو نقطة معينة من التصعيد. ليس هناك حتى الآن من تغيير لقواعد اللعبة. قد يقول قائل أن في التعديلات الدستورية القادمة والشكل الحكومي القادم الذي يلمح إليه الآن الملك في أكثر من خطاب بأن الأردن مقبل على حكومات برلمانية، وأن يعني المقبل على حكومات برلمانية يعني أن الملك ليس هو الذي يعين الحكومة وليس هو الذي يقيلها بل البرلمان. حتى هذه اللحظة نتكلم على الطريقة المغربية نوعا ما، على الطريقة المغربية إلى حد ما، ليس كليا، حتى المغرب ليست تامة الحكومة ليست تامة
الاستقلالية، لأن الملك أيضا يستطيع أن على ما أظن لا أعرف الآن في التعديلات الدستورية أنه إذا ما كان للملك لا تزال هذه السلطة، ولكن شيء يشبه الحكومات اللبنانية بأن تقوم هناك استشارات ملزمة، رئيس الجمهورية يقوم باستشارات ملزمة مع رئيس أو مع البرلمان، رئيس أكبر كتلة في البرلمان. حتى الآن طبعا نحن لم نضمن هذه التلميحات التي تبدو الآن من الخطابات المتعددة للملك، لم تضمن في دستر، يعني لم تدستر، لم يتم تضمينها في قوانين دستورية حتى هذه اللحظة. لا يزال حتى اللحظة التعديلات الدستورية لا تتضمن هذا المطلب الذي هو أعتقد مطلب رئيسي للآن قوى الحراك السياسي في الأردن. عمد الخصاوني أيضا يقول أن التفكير الرأسمالي ليس شرطا للإصلاح الاقتصادي، وبالتالي لا يأتي من خلفية رأسمالية. هل هذا كلام ممكن أن يصدم أهل البزنس في الأردن؟ أنا أعتقد أنه حكومة عون الخصام لا تتضمن حتى الآن فريقا اقتصاديا يعني واضح المعالم، ليس لها. حتى البيان الذي أطلقته هذه الحكومة هو بيان فضفاض، لا يضع النقاط على الأحرف على أو كثير من الأحرف، دعني أقول أنها لا تزال غائمة، ليس واضحا بالضبط ما الذي ستفعله هذه الحكومة في الملفات تتعلق بقضايا الاقتصاد، وهي ملفات بالمناسبة ذات إلحاحية كبرى، قد تكون أكثر إلحاحا فيما يخص المواطن العادي من القضايا الدستورية، لأن قضايا الدستورية قد لا يفهمها الكثير أو قد لا تبدو تعني الكثير من الناس للوهلة الأولى، قد تبدو أنها تعني الناس الذين يشتغلون بالسياسة أو النخب السياسية. بطبيعة الحال الأمر ليس كذلك، لأن التعديلات الدستورية فعلا تعني حياة سياسية أفضل، تعني بالتالي إذا كانت هناك حياة سياسية أفضل هناك اقتصاد أفضل، هناك إدارة للشأن العام وللموارد أفضل. كان هناك فكرة إشراك الإسلاميين في الأردن، لم تحصل هذه، لماذا؟ أنا أظن أن عون الخصاونة وقع في يعني في شبكة يعني استشارات غير موفقة. إذا كان ما قيل أن هذه الحكومة أطلق لها العنان أو أطلقت يدها في أن تفعل أو أن تشكل نفسها كما يرغب الرئيس وكما يرغب يعني أو كما يرغب الرئيس، لأنه هو الذي المعني الأساسي بتشكيل الحكومة من دون التدخلات التقليدية المعروفة، القصر من جهة والمخابرات من جهة أخرى. إن صحت هذه الأقوال نكون نحن أمام فعلا مأزق يعني حقيقي، إذا كان هذا الرئيس المطلق الصراحة المطلق اليدين في أن يشكل حكومته كما ينبغي ولم يفعل، إذن ما السر؟ أنا أظن أن هناك نوع من لا يزال نوع من الخوف، نوع من دعني أقول الاندراج غير الواعي أو ربما الواعي للحكومات فيما نسمى في المثل الشعبي الأردني الذي يقول أنها لا تحل ولا تربط، بمعنى الحكومات نفسها لا تقبض نفسها. إذا كانت الحكومة هي نفسها لا تقبض نفسها جديا ولا تتعامل مع نفسها بوصفها صاحبة ولاية عامة، فإذا نحن أمام فعلا مشكلة هي في ثقافة الحكومات نفسها وفي ثقافة التوزير والاستيزار والوزارة بالإجمال. إذن أظن أنه كان حتى لو كانت هناك تدخلات كان بوسع عون الخصاونة أن يذهب إلى الشارع السياسي الأردني، أن يضمن حكومته ليس بالضرورة رموز سياسية فاقعة اللون وواضحة المعالم، وإن كان ليس من ضرر في ذلك ولا من ضير حتى، لكن بالإمكان كان أن يذهب إلى من يحسبون على هذا الطيف السياسي أو ذاك، سواء كان الإسلاميين أو حتى اليسار أو الليبراليين أو العلمانيين، سميهم ما تشاء، لكنه لم يفعل. يعني الغريب في الموضوع أن هذه الحكومة ليس لها من لون سياسي، لا هي حكومة تكنوقراط بالكامل لكي تقول أن هذه حكومة تكنوقراطية وليست حكومة سياسية، لأنها ليست لا تتضمن شخصيات من الحقل العام في الأردن. 29 وزير بالإضافة إلى رئيس الوزراء عون الخصاوني، الحكومة ضمت وزيرتان، رويدة المعايطة وزيرة للتعليم ونسرين بركات وزيرا للتنمية الاجتماعية، واحتفظت الحكومة الجديدة بوزارة الخارجية وزير الخارجية ناصر جودة، والتخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان، والصحة عبد اللطيف بركات، والأشغال العامة والأسكان يحيى الكسبي. حضرتك متحفظ على الأسماء، متحفظ على هذه الحكومة، كنت تنتظر أي نوع من الحكومة؟ كنت أنتظر حكومة على قدر ما تعرفه البلاد من احتقان سياسي ومن أزمة اقتصادية ومن تواجد في لحظة عاصفة من حياة الإقليم،
يعني حكومة تشكل هكذا، كأن ليس هناك من حراك في الشارع السياسي الأردني، كأن ليس هناك من مأزق فعلا في إدارة الشأن العام، كأن ليس هناك من مشكلة اقتصادية وبطالة وفقر وفساد في الأردن، وكأن ما يجري في المحيط العربي هذه ليست حكومة سياسية، لا يسمع صداها في الأردن، ليست حكومة سياسية، ليست حكومة اقتصادية. ما هو نوع هذه الحكومة إذن؟ طيب في القسم الثاني سأناقشك أكثر فيما يجري في الأردن وما يتم الكلام عنه في الخارج عن الأردن أيضا، سنحاول أن نفهم أيضا ماذا يعني تغيير مدير المخابرات أو تعيير المستشارين أيضا في القصر الملكي بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد في علامات استفهام في الكلام عن الأردن مع الأستاذ أمجد ناصر الصحفي والكاتب الأردني. أيضا من ضمن التغييرات هناك قرار بتعيين فيصل الشوبكي وهو السفير السابق للأردن في المغرب مدير المخابرات مكان محمد الرقاة. طبعا فيصل الشوبكي سفير في المغرب، المغرب خاض تجربة إصلاحية معينة، دستور جديد، تعديلات دستورية واستفتاء على هذا الدستور الذي يسمح بتشكيل حكومات برلمانية على أساس الأغلبية في الانتخابات. هل هذا يعني شيء معين في الأردن؟ وهذا يعني الاعتراف بمشكلة في الشأنين السياسي والأمني. يعني عندما يغير الملك رئيس الحكومة أو عندما يقبل استقالة الحكومة أو حتى يقيل الحكومة، ويعني أيضا يغير مدير المخابرات، هذا يعني أن التلازم السياسي بالأمني في الأردن شديد الوضوح. الأمني حاضر بقوة في المشهد الأردني، وقد يكون هو الحضور الأبرز في الحياة السياسية والإعلامية في الأردن، وهذا يعني شيء أظن أنه يعني ليس لكن هذا شيء جديد في الأردن؟ هذا ليس جديدا، ولكنه لم يكن على بهذا النحو من الاستفحال والتغول كما حصل في السنين العشر أو ربما الخمسة عشر الأخيرة. الحضور الكلي للمخابرات في الحياة العامة للبلد، بحيث أنك لا تستطيع يعني حتى أن توظف موظفا عاديا بدون حتى في القطاع الخاص ربما بدون الحصول على إذن من المخابرات. أبرز وأوضح وجوه هذا التغول موجود في القطاع الإعلامي الأردني. يعني هناك نوع من تكاد يكون أقول السيطرة الكاملة على هذا الإعلام وتوجيهه والتدخل في حياته وفي عناصره وبما يكتب وما لا يكتب. بطبيعة الحال الحكومات التي شكلت في الفترات الأخيرة في السنين الأخيرة، العقد الأخير وربما العقدين الأخيرين، حكومات كان أيضا للمخابرات اليد الطولة في
تشكيلها أو على الأقل في الاستئناس برأيها، ولكن بطبيعة الحال هو الأمر كما بدأ لنا في السنين الأخيرة أكثر من مجرد استئناس، كأن هناك أيضا مشاركة فعلية للمخابرات في إدارة الشأن الحكومي العام. حدث أيضا في الأردن في الأيام الأخيرة إعادة تشكيل لمجلس الأعيان، وأيضا تغييرات في المناصب العليا في الديوان الملكي، كل ذلك بالأسماء. طبعا البعض يعتبر أن هذه التغييرات في مجلس الأعيان فقدت بعض الرموز أو الأسماء الأساسية منهم من الشرف التي لم ترد أن تتجدد عضويتها، لكن أيضا في موضوع الديوان الملكي حول الملك هناك أسماء تغيرت أيضا. يعني هو تغيير أسماء، حتى الآن لا يزال الأمر يتعلق بتغيير أسماء لأن الوقائع على الأرض لم تتغير كثيرا. المؤمل أن يكون لهذه الأسماء أو لتغيير هذه الأسماء مضمون فعلي، معنى أننا لا نأتي بسين من الناس كرئيس للوزراء ونقيل عين من الناس كمدير للمخابرات ونأتي بأسماء جديدة ويبقى الحال على ما هو عليه. إذن ما التغيير الذي حصل؟ هو تغيير في الأسماء وتغيير في الوجوه، وليس تغييرا في الوقائع على الأرض، ليس تغييرا في السياسات التي ينبغي هي فعلا أن تتغير. حتى الآن لا أظن، لا نستطيع طبعا أن نحكم على الأداء العام للمخابرات مع تغيير مديرها الحالي، مع مجيء مديرها الحالي. هذا سيأخذ وقتا. قيل وقلت لك قبل قليل أن المخابرات والقصر لم يتدخل في تشكيل هذه الحكومة، ولكن بطبيعة الحال الحكومة لم تكن على قدر على قدر التحديات. ولكن محمد، التغييرات التي تطرأ في الأردن معظمها تغييرات في الفترة الأخيرة التي يفترض أنها جاءت على وقع الربيع العربي والأردني، هي فعلا شكلية، لا تزال تتعلق فعلا بأسماء، تتعلق بتدخلات، يعني نوع من الجراحة التجميلية وليس فعلا الجراحة الفعلية التي تنقل البلد من حال إلى حال. أريد أن أسألك عن تصريحات الملك عبدالله الأخيرة. طبعا هو وجه خطاب في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة، يقول أن الهدف النهائي من عملية الإصلاح هو الوصول إلى حكومات نيابية. طبعا بعد ذلك يتكلم عن المشاركة الحزبية، ويقول أنه أيضا هذه مسؤولية الأحزاب ومسؤولية الناخبين في تقوية العمل الحزبي. تعليق حول هذا الشيء. أولا يعني نحن لا نعرف متى سيكون نهاية مطاف الإصلاح، ويقول نهاية مطاف الإصلاح ينبغي أن نصل إلى حكومات برلمانية. لماذا لا نصل إلى الحكومات البرلمانية الآن؟ طبعا نحن الآن أمام برلمان ستنتهي مدته، ونحن مقبلون على انتخابات جديدة، لما لا تكون الانتخابات الجديدة القادمة، الانتخابات المقبلة البرلمانية، هي التي فعلا ستدشن عصر الحكومات البرلمانية في الأردن. وأظن أن هذا ينبغي أن يتضمن في بنص دستوري. أظن حتى الآن التعديلات الدستورية لا تلحظ هذا الأمر، قد يعني هي تناولت بعض الجوانب التي لها علاقة بعمل الحكومة، لها علاقة بالبرلمان وبفصل السلطات إلى حد ما، ولكن حسب مراجعتي وقراءتي لهذه التعديلات، وقد أكون مخطئا، أنها لا تتضمن فعلا نصا الوصول أو العمل بمبدأ الحكومة البرلمانية. الملك عبدالله الثاني يقول الأردن أمام تحولات كبرى. حضرتك كمواطن أردني وكمراقب أردني، هل تشعر أن البلاد أمام تحولات كبرى، أم يعني أن ما يحصل في سوريا وما حصل في العراق وما قد يحصل في فلسطين بإمكانه التأثير؟ وهذا كلام تاريخي ليس كلام له علاقة بالأمس. بطبيعة الحال يعني نحن لسنا في كوكب آخر، نحن يعني في حالة تداخل جغرافي وسياسي واجتماعي وثقافي مع محيطنا العربي. يعني ما يؤثر في هذا المحيط يؤثر بنا، وما يحصل أيضا عنا يؤثر، يعني هنا عملية تأثر وتأثير متبادلين. بطبيعة الحال الآن المنطقة ليست كما هي عليه كانت عندما تسلم الملك عبدالله يعني سلطاته. نحن الآن أمام صورة أو مشهد متغير للشرق الأوسط أو للعالم العربي، وقد لا نعرف هذا العالم العربي بعد مرور عاما أو عامين، بمعنى سنكون أمام عالم عربي مختلف بالكامل. كيف يمكن وكيف يستوي أن نكون أمام عالم عربي يتغير بالكامل ونحن نقف في مكاننا أو نراوح بنفس المكان؟ أظن أن ما ينبغي أن يلحظه المسؤوليون الأردنيون هو أن هذا التغير قادم، وأنه تغير حتمي، وأنه تغير سيؤثر على الأردن
ربما كيانا أيضا، لأن هناك تهديدات كثيرة إسرائيلية وغير إسرائيلية تتحدث عن الكيان الأردني ككيان. طبعا أنا كلمتك عن كلام الملك عبدالله حول التحولات الكبرى التي تنتظر الأردن، لأقودك إلى تصريحات وكلام إسرائيلي. ليدعي أحرانوت نقلت عن مصادر إسرائيلية وصفتها بأنها رفيعة المستوى، قولها أن الحكم في الأردن بات ضعيفا وأيلا للسقوط، وأنه في الوقت الذي تقوم فيه الولايات المتحدة الأمريكية بممارسة الضغوط على الفلسطينيين للعودة إلى طاولة المفاوضات، بات صناع القرار في تل أبيب يخشون من جبهة أخرى وهي الجبهة الشرقية، أي المملكة الأردنية الهاشمية ومن بعدها العراق. هذا كلام إسرائيلي، ولكن هل هذا كلام تشعرون به في الأردن؟ أظن أنه يشعر به بقوة، لأن عندما يكون هذا الكلام الإسرائيلي متواترا، بمعنى أنه ليس هذا التصريح الأول وليس هذا هو القول الأول في هذا الموضوع، هناك سلسلة من الأقوال والتصريحات الإسرائيلية التي بدأت حقيقة أيضا قبل الربيع، ما يسمى بالربيع العربي، فيما يخص الوضع في الأردن وفيما يخص حكم الملك عبدالله، حتى أنه البعض منهم ذهب إلى القول أن الملك عبدالله قد يكون، الإسرائيليين يقولون ذلك، أنه قد يكون آخر الملوك الهاشميين في الأردن. إذن هذا الموضوع ليس جديدا، الموضوع طرح أو ترحيل الأزمة التي تواجهها إسرائيل في الموضوع الفلسطيني إلى الخارج، وهذا إسرائيل تفعله دائما أيضا ليس جديدا. إسرائيل تضخيم بالقول أنه أن الحكم في الأردن بات ضعيفا وأيلا إلى السقوط، يعني هل لا نشعر بذلك؟ نشعر أنه تتحدث عن الملك وعن المخابرات وعن الحكومة وعن الوصاية على الحركة السياسية، لا نشعر بما يشعر به الإسرائيل. لا، هو هذا كلام أعتقد أنه كلام فتنة، كلام دراماتيكي أيضا، يعني بمعنى أنه ليس مطابقا لواقع الحال، النظام ليس آيلا للسقوط، البلد ليس على شفا حفرة من حتى من الفتنة أو من الاحتراب أو من التغير الجذري لهويته ولطبيعة يعني نظامه. هذا الأمر ليس مطروحا ولا لا يعرفه، يعني لا يراه الأردنيون الذين في الداخل، ولا أعتقد أن المراقبين في الخارج يشاطرون القول الإسرائيلي يعني فحوى. ولكن هذا الكلام عليه أن يقرع جرسا في الأردن، لأن هذا الكلام متواتر، هذا خطورة هذا الكلام أنه متواتر، يعني بمعنى كأنه يعني ينعكس أو كأنه صدى لسياسة غير معلنة، سياسة إسرائيلية غير معلنة ترى الحل النهائي للقضية الفلسطينية على حساب الأردن. هذا الكلام ينبغي أن يكون، وأعتقد شديد الوضوح يعني ينبغي أن تكون هناك انتباهة فعلية لهذه لفلتات اللسان، هذه إن كانت هذه فلتات في الكلام لسان. لا أعرف إذا كانت فلتات لسان. الجنرال ديان وهو رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق المقرب من نتنياهو دعا إلى التوصل إلى حل إقليمي للمشكلة الفلسطينية عن طريق إنشاء الدولة الأردنية الهاشمية الفلسطينية الموحدة برئاسة الملك عبدالله الثاني، وذلك في ظل توجه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة للاعتراف بدولتهم. الجنرال ديان قال في كلمة ألقاها في المعهد الدولي لمكافحة الإرهاب إن اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية يعني نهاية أسلو عليه، فإن الأردن هو الدولة الفلسطينية وغزة والضفة ستكونان محافظات تابعة لتلك الدولة. قيل أنه في هذه المحاضرة كان هناك دبلوماسيا أردنيا نقل فحواه إلى عمان، ما أثار غضب الملك عبدالله الذي عاد وأكد على أن الأردن لن يكون بديلا للفلسطينيين. هذا كلام يكرر إسرائيليا، وهذا كلام للمفارقة يغضب الأردنيين دائما، وكأن هذا الكلام قد يتحول إلى مشروع جدي، علما أنه لم نشعر يوما أنه تحول إلى مشروع جدي أو تمت رعايته من أي دولة كبرى. هو ليس يعني مشروعا جديا، لا يحظى الآن بأي رعاية دولية، هو قد يكون يعني أقرب إلى سياسة إسرائيلية مضمرة أو إلى تمنيات إسرائيلية لحل نهائي للقضية الفلسطينية، لأن هذه الحكومة الإسرائيلية أو هذه الإسرائيل التي نعرفها الآن بصورتها الذاهبة إلى اليمين تماما ليست قادرة بنيويا، ليست قادرة على إيجاد وعلى تقبل حل فلسطيني عادل ودائم. إذن ما دام ليس هناك من حل فلسطيني، حل للقضية الفلسطينية عادل ودائم، فإذن أين يكون الحل؟ الحل سهل جدا بالنسبة لكثير من الإسرائيليين أن يروه في الخارج. هناك بطبيعة الحال من يقول من بين هؤلاء أو يستندون إلى أن الواقع الديمغرافي
في المملكة الأردنية الهاشمية الحالية يعني شرق الأردن يعني يغلب عليه الطابع الفلسطيني، وهذا بطبيعة الحال ليس صحيحا على المستوى الإحصائي، ولكن هناك نسبة عالية كبيرة من الأردنيين ذوي الأصول الفلسطينية. إذن هم في تفكيرهم سواء التفكير الذي يعني يرقى إلى مستوى الأمنية أو إلى مستوى التخطيط، هم يجدون ربما حلا لهذا المأزق، الذي المأزق التاريخي الذي لا تستطيع إسرائيل، يبدو ولا أي إسرائيل، لا إسرائيل نتنياهو ولا إسرائيل باراك ولا إسرائيل ليفي أو هذا أو ما نراه الآن من حراك في الحياة السياسية الإسرائيلية، ليس من تصور حتى ولو بصيص أمل أن قائدا إسرائيليا أو حزبا إسرائيليا أو قيادة إسرائيلية يمكن لها أن تقدم على إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية كما يتصوره الفلسطينيين والعرب. دائما كان هناك مشروع الدولة البديلة، لكن الجنرال ديان يعطي لهذه الدولة اسم، يقول أنها الدولة الأردنية الهاشمية الفلسطينية الموحدة. بصراحة أستاذ أمجد ناصر، هل هناك في الأردن وفي فلسطين من يقول لماذا لا؟ لا أظن أن هناك في الأردن وفلسطين من يقول لما لا حتى اللحظة، لأن لا من حق لا من يعني لا من مصلحة الأردنيين القبول بشطب أنفسهم وهويتهم، ولا يرغب الفلسطينيون في التخلي عن حقهم في العودة وفي إقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة. حتى الآن ليس هناك من تيار ولا حتى من أصوات، قد تكون هناك بعض الأصوات الضعيفة التي لا تسمع فعلا ولا نرى يعني تجسدها على أرض الواقع، ولكن حقيقة ليس هناك لا من كتلة سياسية ولا جغرافية ولا بشرية ولا حتى من أقلام يعني تذهب هذا المذهب. حتى الآن التمسك قائم وشديد بأن بحق العودة. الفلسطينيون الأردنيون الذين يتحدثون من أصل فلسطيني هم أكثر الناس حرصا على التمسك بحق العودة، بالمواطنة الأردنية وحق العودة في آن. أستاذ أمجد ناصر، أيضا في هناك نقاش وجدل داخلي وأحيانا غير معلن حول موضوع الهوية في الأردن، ما بين أردني وبين أردني من أصول فلسطينية، وحتى الحراك الجماهيري شعرنا أنه أن الأردني من أصول فلسطيني كان بعيد عن هذا الحراك لأسبابه الخاصة. أي وصفة بالإمكان في ذهنية الإصلاح الأردني، أي وصفة ممكنة لكي تكون الهوية الأردنية واضحة ولكي لا تكون هناك لغط وهناك كلام في البطون أكثر منه؟ هو بالضبط ما أنهيت به كلامي قبل قليل، المواطنة على قاعدة النضال من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، بمعنى أن الأردنيون الذين يتحدثون من أصول فلسطيني يطالبون بمواطنة تامة، وهذا فعلا ما يجعل الحراك الشعبي الأردني أقل زخما مما هو عليه، لأن هناك فعلا قسما من الأردنيين هؤلاء تحديدا الذين يتحدثون من أصول فلسطينية يخشون فعلا أو يستنكفون أو ربما يتعاملون مع الأمر وكأنه يعني الإصلاح، كأنه يعني الأردنيين الذين يتحدرون الأردنيين يعني معنى شرق الأردنيين. طبيعة الحال هذا تشتغل عليه بعض القوى يعني، ولا أذيع سرا هو ليس سر ومجرد تصور، أنا أظن أن هناك قوى في الأردن تشتغل على فكرة أن لا يزج الأردنيون من أصل فلسطيني أنفسهم في معمعة أو معركة الإصلاح، بمعنى أن لا ينزلوا إلى الشارع، بمعنى أن لا يتحولوا إلى قوة ضغط بشرية فعلية. وسبب عدم إيمانهم بهذا الحراك أم تجربتهم معك؟ أنا أظن أن التخوف السابق والإحساس الذي ترسب عند الفلسطينيين ربما منذ أيلول حتى الآن بأن الأردنيين من أصول فلسطينية بأن هذه الدولة تتركب الآن وتتكون أصبحت أكثر فأكثر من عناصر أردنية شرق أردنية، وبأن هناك من لا يرغب فعلا من قبل النظام بأن يكونوا جزءا من هذه اللعبة السياسية، طبعا رغم أنهم مواطنون
يعني كاملو المواطنة، منخرطون تماما بالحياة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، إلا أن هناك من يرى، وأنا من الذين يرون أيضا، أن ليس لهم من حضور فعلي بالحياة السياسية وبالتمثيل السياسي. عندما تقول أن الحل هو بإقامة دولة فلسطينية، هل وكأنك قد يفهم منك أنه بانتظار هذه الدولة الفلسطينية فالفلسطيني ما هو دوره في الأردن؟ وانتظار هذه الدولة كما حاصل هو في لبنان، هناك دولة قادمة وبالانتظار فأنتم مقصيين. هل في الأردن نفس النقاش؟ هو ليس نفس النقاش، لأن الوضع أعتقد أنه مختلف. يعني ليس هناك من بلد عربي يتداخل فيه الشأنان الأردني والفلسطيني أو النسيجان الأردني والفلسطيني كما هو عليه في الأردن. يعني ليس الحال كذلك في لبنان، لأن الفلسطينيين في لبنان هم لاجئون، ويعني مسيج عليهم على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، حتى لو امتلكوا السلاح في لحظة من الوقت، ولا يزالوا يمتلكون السلاح، إلا أنهم ليسوا جزءا من الحياة لا السياسية ولا الاجتماعية ولا الاقتصادية في لبنان. الأمر ليس كذلك بالنسبة للأردن. الأردن كانت هناك دولة، دعنا لا ننسى أن هناك أن وحدة ضمت الضفتين الشرقية والغربية واستمرت لنحو تقريب 18 عاما، أو ربما أعتقد هذا من هذا الوقت من عمر التجربة السياسية التي أنضجت فعلا. قد تكون الوحدة العربية الأطول، الوحدة العربية الأفضل، الوحدة العربية القادرة على الاستمرار أكثر، لأنها على المستوى الجغرافي والديمغرافي وعلى المستوى النسيج الاجتماعي والثقافي الاقتصادي يعني متقاربة إلى حد كبير. ولكن طبعا هذا الأمر لم يعد قائما باحتلال 67، ولم يعد قائما أكثر بعد قرارات فك الارتباط التي أعلنها الملك حسين بناء على رغبة أيضا منظمة التحرير الفلسطينية. ولكن هذا لا يجرد المواطنين الأردنيين ذوي الأصول الفلسطينية من هويتهم الأردنية ومن جنسيتهم الأردنية، وبالتالي من مواطنتهم الأردنية. بالإمكان وبوسع موضوع حق العودة أن يكون أردنيا بالكامل وهو أردني بالكامل، بمعنى أن يناضل الأردنيون سواء كانوا من شرق النهر أو من غربه من أجل حق العودة، من أجل إقامة هذه الدولة الفلسطينية المستقلة، حتى لو لم يعد أحدا من الأردنيين ذوي الأصول الفلسطينية. طبعا سمعت من خلال يعني حديثي مع مجموعة من الشخصيات أو من الصحفيين الأردنيين من أصل شرق أردني، بأن هناك عتب على الأردنيين من أصل فلسطيني بأنهم غير مشاركين في هذا الحراك. هل تشعر معي أستاذ أمضان ناصر أن هذا الكلام، كلام الهوية وكلام مقاهي، لم يخرج أي تنظيم أو أي شيء جدي في بيانات رسمية وفي وثائق رسمية تؤكد على ضرورة المشاركة الأردنيين من أصل فلسطيني في كل ذلك؟ كأنه الكلام فقط كلام مبادئ. لا، هناك من طبعا من يتكلم وهناك من يكتب، ولكن هناك أيضا من يخوف. يعني حتى في هذا الحراك الشعبي الأردني الآن هناك ربما فريق يعني محدود الحجم، ولو أنه على الصوت بعض الشيء، يحاول فعلا أن يثير بين وقت وآخر موضوع الفزاعات، الوطن البديل وما شابه ذلك. عندما تطرح قضية المواطنة يخطئ، يعني دائما تقرن عند هذا الفريق الذي هو أؤكد وأكرر أنه محدود، تقرن بالوطن البديل، والحال أن المواطنة شيئا مختلفا بالكامل عن الوطن البديل، لأن لا الأردنيين ولا الأردنيين من أصل فلسطيني ولا الفلسطينيين في غرب النهر ولا العرب أيضا يقبلون بأن يكون الأردن هو الوطن البديل للفلسطينيين، لأن فلسطين هي فلسطين والأردن هو الأردن رغم ما بينهما من تداخلات. هل تشك أيضا في أنه ما تسميه الفزاع، الكلام الإسرائيلي الذي يصدر بين الفين والآخر وأحيانا بدون مناسبة، هو يعطي يعني ينقل الماء إلى طاحونة السلطة في الأردن من أجل تخويف الأردنيين بأنه ليس هذا وقت الإصلاح، هناك مؤامرة ضد الأردن، هناك دولة قادمة؟ هل هناك شكوك في هذا المسألة؟ ممكن أن يكون هناك شكوك، ولكن الأمر قد يلعب باتجاهين. يعني هذا سيف مزدوج، من جهة قد يعني يأخذه النظام للقول أترون نحن نتعرض إلى مخاطر ومؤامرة كما يفعل الكثير من الأنظمة العربية الآن إزاء شعوبها، وقد أيضا يعني يكون العكس تماما، بمعنى أنه يعني أن يكون له مفعول آخر، مفعول سلبي. والحال أنه لا، يعني إذا اعتبرنا أن هذا الكلام جدي، وهو أنا أعتبره كلاما جديا، بمعنى أن هناك فكرة إسرائيلية، كم هي
قابلة للتجسد، كم هي قابلة لأن تكون حقيقية، هذا موضوع آخر. ولكن الفكرة أو ربما ما هو أبعد من الفكرة، ربما المخطط، ربما السيناريو جاهز في الأدراج، والحال أن لا يمكن لهكذا مخطط أو السيناريو لو وضع موضع التطبيق أن يطبق إلا أن أو أن يعني امتحانه الحقيقي، دعني أقول امتحان قدرته على أن يكون قابل للتطبيق أو أن هناك من يمكن أن يتبنى، سوى أنه أن يتم تمتين الوضع في الأردن. يعني الحل الوحيد، يعني لو اعتبرنا أن هذا الكلام جدي أمام هذه المخاطر، هو أن تكون هناك حياة ديمقراطية فعلية في الأردن، وأن يكون هناك أردن معافى على المستوى السياسي. في هذا جدل الهوية اللي نتكلم عنه بين أردني وفلسطيني، هل في الأسماء 29 وزير شعرت أن هناك رعاية لهذه المسألة، أخذ بالاعتبار أم لا؟ هل فتشت بالأسماء من هو شرق أردني من هو فلسطيني؟ هل أنا الحقيقة لم أفتش، بس لكن واضح يعني أن ليس هناك من تمثيل فعلي يعني الأردنيين من أصول فلسطينية، لا في هذه الحكومة ولا في الحكومة التي سبقتها. يعني هذا يعني أمر واضح كل الوضوح. أنا لا أعرف كيف عندما تم تشكيل الحكومة هل أخذ في الاعتبار هذا الأمر أم يأخذ؟ لم يأخذ، مع أن رئيس الوزراء كان لديه الوقت الكافي على ما يبدو عون الخصاونة، القاضي عون الخصاونة، لكي يفكر بكل المحافظات ولكي يفكر بالعشائر، وكأن هذه الحكومة هي تمثيل للمناطق وليست حكومة ينبغي عليها أن تتصدى للتحديات التي تخص الأردنيين جميعا والملفات التي تعني الأردنيين وتهم الأردنيين جميعا. كان لديه الوقت الكافي لكي يقول أن هذا من الكرك وهذا من الطفيلة وهذا من أربد وهذا من كذا وهذا من كذا، ولم يكن يعني لديه الوقت على ما يبدو الكافي لكي يرى أن هذه الحكومة أو لم يرى أن هذه الحكومة بهذه التشكيلة على هذا النحو غير قادرة على الإطلاق للتصدي للتحديات الداخلية التي تواجهها، ناهيك عن التحديات أصلا المطروحة في الخارج. أريد أن أشكرك أستاذ أمجد ناصر، الصحفي والكاتب الأردني، كنا معا نتناول ملفات الأردن والحراك الأردني أيضا. أشكر حسن المتابعة والانتباه، وإلى اللقاء. شكرا.